خفضت المؤسسة العامة للغذاء والدواء خلال النصف الأول من العام الحالي سعر 391 صنفا دوائيا من الأدوية الأكثر استخداما من قبل المواطن بنسبة متفاوتة تراوحت ما بين 2% إلى 47%. وأشار المدير العام للمؤسسة نزار مهداد إلى أن المواطن سيلمس تخفيض الأسعار في الأدوية على رفوف الصيدليات خلال الفترة الحالية وخلال الأشهر المقبلة عند استيراد هذه الأدوية، وبين أنه تم تخفيض سعر 60 صنفا دوائيا متنوعا كأدوية الضغط والسكري وأدوية القلب. أرحب مباشرة بنقيب الصيادلة الدكتور محمد العبابنة، أهلا ومرحبا بك معنا دكتور محمد. سأبدأ معك بهذه الأدوية، طبيعتها وأنواعها ومدى حاجة المواطن فعليا إلى هذه الأدوية، وما النسبة أيضا التي لمست هذه الأدوية بأعلى نسبة من نسبة التخفيض وهي 47%. سيدي أول شيء أشكرك على هذه المداخلة، وبنفس الوقت يعني هي جرت العادة هذه ضمن عمل المؤسسة العامة للغذاء والدواء أن تقوم هي بشكل دوري بإعادة ودراسة عملية تسعير الأدوية قياسا بالفترة الزمنية اللي يتم تداول الدواء خاصة الأورجينيت الأدوية الأصيلي، وبنفس الوقت حسب تسعيرة بلد المنشأ عندما ينزل سعر الدواء هناك آلية لعملية التسعير في المؤسسة العامة للغذاء والدواء يحكمها نظام خاص تتابع دائما في حال أنه تخفيض هذا النزول أنه يقوم تلقائيا بعملية تنزيله على السوق المحلي والمواطن. المواطن هو المستفيد الأول بالدرجة الأولى، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء هي تتابع هذه القضايا بحيث انه يعني المواطن ياخذ علاجه بشكل صحيح وسليم وبنفس السعر اللي تم تخفيضه. طبعا هذا التسعير بتكون يعني ناتج عن قرار من المؤسسه العامه للغذاء والدواء، ويتم توجيه كتاب الى كافه الوكلاء اللي بيقوموا بعمليه الاستيراد، ويتم اخبار نقابه الصيادله في هذه يعني سيد محمد أعتذر منك ولكن نفهم من ذلك بأنه عملية التخفيض هي ارتبطت بانخفاض أسعار هذه الأدوية في بلد المنشأ. هي ترتبط بآلية التسعير الموجودة في المملكة الأردنية الهاشمية، هناك نظام موجود لعملية التسعير من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء يحكمها. المؤسسة تقوم بمتابعة هذه القضايا كل فترة بفترة وتقوم بعملية التنزيل. نعم. تنزيل الدواء. ولذلك يعني احنا هذا الشيء طبيعي يعني، وشيء يعني المؤسسة دائما تتابع هذه القضايا من خلال عملية التسعير سواء في بلد المنشأ ولا سواء يعني أي طارئ يطرح على أي دواء يتم استيراده بتخفيض السعر طوالي هو لابد أنه ينزل في السوق المحلي. ولكن القرار ساري حتى على الأدوية الموجودة، لأنه هناك جزئية في تصريحات المؤسسة العامة للغذاء والدواء بأن المواطن سيلمس الفرق في أسعار هذه الأدوية في الحالية وما سيتم استيراده. صحيح. لأنه يتم تخفيضه في هناك مدة زمنية لابد من تخفيضه، يعطى الوكيل يعني فترة معينة بسيطة خلال زي ما تقول 45 يوم أو كذا يتم تبديله. عادة يعني أنا اللي بفهمه أنه على كل الأدوية اللي يتم استيرادها اعتبارا من تاريخه، يعني من بكرة بيستورد الوكيل دواء يجب أن يستورده بهذا السعر، وبالتالي لابد أن التخفيض أنه يكون موجود على الدواء. طيب الآن نسبة التخفيض كانت بداية من 2% إلى 47%، هل وصلتكم القائمة بهذه الأدوية طبيعتها مدى حاجة المواطن لها نسبة الأدوية التي حصلت على لربما نسبة أعلى من التخفيض وهي 47%؟ الأدوية حقيقة هي لم تصلنا، لكن اللي أنا بعرفه أنه هي أدوية معظمها كرونيك يعني يتم تداولها شهريا من قبل المريض، وبالتالي أدوية السكري وأدوية الضغط وأدوية القلب، وبالتالي هذه لابد أنه يلمسها لأنها تتكرر لدى المريض شهريا، وبالتالي يشعر فيها المريض تلقائيا من خلال يعني شراءه للدواء حاليا. طيب الآن دور نقابة الصيادلة بعد هذا القرار وتحديدا في عملية الرقابة دكتور محمد على الصيدليات وعلى الوكلاء أيضا في عملية الالتزام بهذا القرار، هل هي منوطة فقط بنقابة الصيادلة؟ صاحب الصيدلية ليس له أي علاقة، صاحب الصيدلية ملزم ببيع سعر الدواء الموجود عنده في الصيدلية بغض النظر،
وبالتالي اليوم أجى الأمر من المؤسسة العامة للغذاء والدواء لكل وكلاء اللي موجودين اللي تم تنزيل سعر الدواء لديهم اللي بيستوردوه. هذا الدواء يجب أن ينزل ويبعث إلى الصيدلية بالسعر اللي يعني. المخالف لا يمكن أن يكون الصيدل لأن الصيدل ليس من صلاحياته أن يقوم بعملية التغيير لا زيادة ولا نقصان. يأتي جاهز بناء على طلب المؤسسة العامة للغذاء والدواء من الوكيل، الوكيل بيبعثه بالسعر اللي 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 حددته المؤسسة العامة للغذاء والدواء. نعم. لم تجبني على السؤال فيما يتعلق بالأدوية التي حصلت على نسبة تخفيض عالية ب 47%، هل هناك عدد أو رقم معين يمكن الحديث عنه؟ حقيقة الأدوية احنا لم تصلنا أسماء الأدوية بالذات، لكن أنا اللي بعرفه هي معظمها أدوية كرونيك، أدوية مزمنة متعلقة في أمراض القلب، متعلقة في أدوية الضغط وأدوية السكري. نعم، شكرا لك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المشاركة. كنت معنا نقيب الصيادلة الدكتور محمد العبابنة، شكرا لك.